ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في حل نموذج لأسئلة مادة اللغة الإنجليزية امتحانات نصف السنة. عندنا هذا نموذج لأسئلة امتحانات نصف السنة. أول شيء تجينا قطعة خارجية، هاي القطعة راح نقرأها إحنا وياكم ونشوف المعاني الجديدة اللي علينا. One last Saturday, late and Samir got out up early and had breakfast. يعني في آخر السبت ليث وسمير استيقظوا مبكرا وتناولوا الفطور. Then they put on their helmets، يعني ارتدوا، put on يعني لبسوا الخوذ اللي هي، and went to the Baghdadi Museum by their bicycles، يعني راحوا إلى متحف البغدادي. متحف البغدادي راحوا بيش بال ب... على دراجاتهم. They left Leith's house at 7:30. ليث غادر البيت في الساعة 7 والنصف. زين. While they were cycling، عندما كان يقود الدراجة، they saw a big car near a corner، شاهد سيارة كبيرة قريبة من يعني الحافة أو الزاوية اللي هو بيها. Then a lorry turned the corner very fast، أراد اللوري الشاحنة أن تنعطف بسرعة كبيرة في هذا الزاوية. Look out، انتبه انتبه، سيد ليث، صاح ليث، سيد اللي سمير، فول اوف هيز بايسيكل، فجأة سمير سقط من البايسيكل. ذا درايفر ستوبت، السائق توقف. سمير واز انيشيوس انكونشيوس، عفوا انكونشيوس، انكونشيوس يعني فاقدا للوعي. ذا درايفر فوند فور ان امبولانس اند ذا بوليس، السائق اتصل بالاسعاف and والشرطه. هاري اب اي هيت ا سايكلست، اسرعوا لقد ضربت سائق دراجه. After a short time the police arrived and then an ambulance came to the place of accident and took Samir to the hospital. اجوا يعني الشرطه والاسعاف واخذوا سمير الى المستشفى. A doctor made general check up، اجرى فحص شامل to Samir's body and the nurses looked after him، والممرضين اعتنوا به. When Samir woke up in the hospital on the next day، استيقظ سمير في اليوم التالي في المستشفى. The doctor asked him some questions، سأل بعض الأسئلة. Then the doctor said you are lucky، أنت محظوظ. Your helmet saved you، it protected your head، يعني أنت محظوظ لأنك كنت الخوذة اللي لابسها انت هي انقذت حمتك وحمت رأسك. احنا هنا هسه نجاوب، يقول now answer of 5 of the following question. Why was Samir lucky؟ لماذا سمير كان محظوظا؟ الجواب because his helmet saved him and protect his head، لانه كان يرتدي الخوذة اللي انقذته. انت تقدر تقول because his helmet، because his helmet او because of helmet، فقط هذا الجواب الصحيح. نجي على النقطة الثانية، يقول how was Samir carried to the hospital، شلون حملوا سمير الى المستشفى؟ by ambulance، بالاسعاف. السؤال الثالث يقول who what happened to Samir near the corner، ماذا حدث عنده في الحافة او الزاوية اللي صار انه صار به. He fell off، هو سقط his bicycle من البايسيكل مالته and was unconscious، وفقد الوعي. اللي وراها نقول who called for the ambulance and the police، من اللي نادى على النقطة الرابعة، who called for the ambulance and the police، اللي نادى على البوليس والهاي هو ليس ليث. هنا النقطة هذه نجاوب ليث الرابع، هو ليس ليث اللي نادى، اللي نادى ذا درايفر، سائق الشاحنة. هنا هو قايل باعوا ذا درايفر فوند اوف ذا بالانس اند بوليس، ذا درايفر السائق اللي نادى اتصل بال، فهاي النقطة ليست اللي اتصل اللي نادى واتصل بالهذا، الا هنا نكتب لازم نكتب ذا درايفر، هنا اكو خطأ، نكتب ذا درايفر هو اللي اتصل بال اللي اتصل بالاسعاف وسيارة الشرطة.
ذا درايف. نجي على اللي السؤال اللي وراء النقطة الخامسة. Where سمير and Leith going on Saturday؟ وين سمير وليث ذهبوا في السبت؟ الجواب راح يكون هم راحوا إلى المتحف البغدادي to the Baghdadi Museum. زين. السادس What were they wearing when they rode their bicycles؟ هم ارتدوا الخوذ their helmets. ارتدوا الخوذ. نجي على السؤال اللي بعده. عندنا answer five of the following was seen using information from your textbook. استخدم يعني الإجابات اللي موجودة عندك في القطعة الكتاب قطع الكتاب. Before Falconry the Bedouin used to eat a lot of meat. الجواب false or true. الجواب false. النقطة الثانية the Panther 3D has seat for 6 people. الجواب أيضا false. نجي هنا do one need a lot of Venetians and blanket weaving hobby؟ الجواب yes we do. النقطة اللي وراها marsh Arab live in arched house built from reeds. مصنوعة من القصب. الخامسة النقطة الخامسة Lucius characters fell in the pool. الجواب false. وهنا عندنا how fast كون فلاكون دايف. الجواب فلاكون كان دايف at 24 kph. هنا كيلومتر بير اورز. هنا هذا بالنسبة هنا اعزائي هاو فاست كان وليس كان. هاي هنا خطأ كان. نجي على جرامر اند فنكشن عليها 10 درجات. دو از ريكوايرد تشوز 6 اونلي. شلون نكتب الوقت 15 و10 تيل ذا تايم. ينكتب الوقت بهذه الصيغة ينكتب it is 10 past 3 it is 10 past 3. زين لأن 15 يعني الساعة الثالثة. يقول let's watch a film except هنا yes let's go دعنا نذهب. السؤال اللي وراء يقول I am not afraid of cats. answer using so or neither. أقول neither am I. Neither am I. Number 4. Sarah enjoys studying at the back. Change the sentences into negative. فأقول Sarah didn't enjoy وأكمل الجملة. النقطة اللي وراها He is unfriendly. He is not. وراء make the sentences more quality. فالجواب راح يكون very friendly. Very friendly. يعني بس مجرد أنه تقول unfriendly تخلي very very friendly. Tablets are more expensive. than phones. The right sentence is cheap. الجواب راح يكون phones are cheaper than tablets. Phones are cheaper than tablets. الجملة اللي وراها يقول I lost my suitcase at the airport. My suitcase for a complete in sentences in passive voice. استخدم المبني المجهول. المبني المجهول بس اقول was lost. اقول was lost. يعني بس اصحح هذه اقول هنا was lost. اصحح my cost هاي اكملها اقول was lost. اقول was lost. زين نجي على الفرع B. يقول choose one of the two words between brackets the night is فراغ than the dawn beautiful or as beautiful or more beautiful. اعزائي الطلبه من تشوفون كلمه than هذه than فانتم مباشره تروحون على الصف اللي بها er او بها more اللي صفر بها er او بها more فاختار راح يصير more beautiful. more beautiful. بالنسبة للنقطة الثانية يقول the cars have tinted window so that you can look and see in the into the car easily. فالجواب راح يصير can't. الجواب راح يصير can't. the exam was difficult but not like the one last year. كوايت لو ريلي. الجواب راح يكون كوايت. وهنا عندنا دائما ريلي تجي بالاخير اعزائي الطلبه يعني مو تجي دائما اللي بها الواي دائما تجي في نهايه الكلمه الجمله يعني. وير وود يو لايك وراء ذس افترنون. الجواب راح يكون تو جو. تو جو لان لايك هنا وود يو لايك تو لان وود يو لايك تو هاي فقط
الولايه كوحدها بدون وجود ولايه تاخذون اللي بيها اي ام جي. There is are لو ام لو لوتس اوف كلوث شوبس، هنا أنا جمع فراح اختار ار، راح اختار ار. هذا بالنسبه لهذه التمرين. السؤال question 4 write the worth damage of dimensions from the list below choose 5 only. هنا أنا عندي my hobby is very relaxing. I just sit and watch for any comfortable chair. الجواب راح يكون هنا بهذه الصيغة راح يكون watching TV. watching TV الاختيار راح يصير watching TV. A bird that hunts and kills other birds. احنا ايش راح نسمي هذا؟ راح نسمي bird of prey. bird of prey. الجملة اللي وراها three or more people waiting in the line راح نسميه queue. راح نسميه queue طابور. نجي على sit by river with along the road. الجواب راح يكون fishing. راح يكون fishing. والنقطة you can clean your teeth with this toothbrush. toothbrush. و people who are not children adults راح يكون adults. هذا بالنسبة لحل هذا التمرين. نجي على التمرين اللي وراء السؤال اللي وراء. يقول match the beginning in the list with their endings in the list B. يعني عنده هنا قائمة A وقائمة B، فأنا أجي على list A وأشوف شنو اللي list B. My brother is very clumsy والاختيار راح يكون بهذه الصيغة راح يكون D. خلينا نشوف D. D شنو مكتوب؟ and it's always having silly accidents. زين النقطة الثانية in the first episode he accidentally put salt instead of sugar in my mother's tea. الجواب راح يكون اختيار راح يكون E. راح يكون E and it tasted awful. النقطة الثالثة I really enjoyed filming that test episode. الجواب الثالث راح يكون الجواب A. الجواب A because we go away as a family on holiday. النقطة الرابعة we stay in a fancy hotel with a swimming pool. الجواب النقطة الرابعة راح يكون B. B هو راح and my brother falls in the pool with all his clothes on. 5 later that day he spills his drink at lunch. الجواب النقطة الخامسة راح يكون C و C and then spells in the puddle. هذا بالنسبة لحل هذا التمرين. البنكشن اللي هو التنقيط رايت ذا سنتنسز ان ذا كابيتال ليترز اند بنكشنز مارك. بنكشن مارك ار ذير ماني نيو شوبز ان المنصور مول ان بغداد. اول شيء احنا نكتب الكابيتال ليتر الحرف الاول كابيتال ليتر ار ذير ماني نيو شوبز ان المنصور. المنصور الاي ار كابيتال والام كابيتال مول ان بغداد كابيتال بما انها بدات بفعل مساعد فنخلي علامه استفهام. نجي على السؤال اللي بعده اللي هو الستوري تايم اند سبيلينج تو از كواير. ذا فيرجن ديا واز سراوندد باي دانجر وين شي واز اباوت تو جيف بيرث. الجواب ترو اور فولس. الجواب راح يكون ترو. الجواب راح يكون عندنا ترو. السؤال اللي بعده يقول which of the dangers faced by the deer would you be most afraid. الجواب راح يكون هنا عندنا a hungry lion. زين السؤال اللي بعده what happened to each of the dangers faced by the deer. الجواب راح يكون 3 lightning strikes the hunter the arrow strikes the lion and the rain does the fire. هنا أنا بالنسبة لهذا السؤال الثالث السؤال الرابع how many النقطة الرابعة how many times كريم had read النواب بيومس بومس. الجواب راح يكون he had read them at last twice.
نمبر 5، النقطة نمبر 5 يقول why had Karim been saving up for months؟ الجواب راح يكون because he wanted to be the first one out to buy the new book by his favorite food. زين، النقطة السادسة what was Karim dreams؟ الجواب راح يكون he wanted to be a famous sport on day one day. هذا بالنسبة لحل هذا التمرين. التمرين اللي وراء اللي هو التمرين السبيلنج good bad save يصير dangerous good bad save dangerous العكس do did spend إضافة لها spent الماضي مالتها يصير دي يصير تي car cars جمع man جمعها من جمعها من وهنا أنا smaller smaller expensive يتكون من أكثر من مقطع فأقول more expensive واللي بعدها اللي هي he him و I يصير me I يصير me وهنا أنا إضافة ال ing run running open يصير open كل شيء ما أسوي بها فقط أضيف ing لأن الأفعال اللي تنتهي بال en وال on وال er منباع في الحرف الأخير Write component choose either A or B. Write the email. Describe a friend or relative with write about his hair appearance and character. Make of the following words: greet, helpful, short, black hair, friendly, kind, good one, sportly, hardworking, his hair perfect, pleasant. هنا عندنا أعزائي الطلبة اللي هو الإنشاء اللي كتب لكم إياهم الأساتذة. لكتابة إيميل إلى وصف إلى صديقك وتتكلم له عن ذني الصفات البي والثاني write two paragraphs about fact file on more lies والإنشاء الثاني هو الكتابة عن الحياة البرية هذا كل ما موجود أعزائي في نموذج لأسئلة امتحانات نصف السنة لأحد الأساتذة أتمنى أنه وفقت لشرح هذا الأسئلة وإجابتها وإن شاء الله عجبكم الدرس ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته